العام القادم عام 2016 لتحقيق عديد من المبادرات في المنطقة، أهمها إنشاء فريق تطوعي لمساندة البرنامج وتحقيق أهدافه ورؤيته في المنطقة، بالإضافة إلى تخصيص ملف التسويقية في المطارات وفي الفنادق، بالإضافة نسعى إن شاء الله إلى فتح فريق لو دورة واحدة تدريبية تطويرية ما تكون بشكل مستمر، بحيث إن ناخذ الحرفيين المتمكنين في الحرفة ونطور الحرفة إلى منتج يكون لائق بالسوق وينافس المنتجات العصرية، وبإذن الله نكون جد إن شاء الله بتوجيهات سعادة المشرف العام على البرنامج وجهود الزملاء من توجيه ومساندة ودعم البرنامج في منطقة القدس الشمالية. إن شاء الله نطمح ونأمل عام 2016 بتشغيل قصر الملك السوق الشعبي بجوار قصر الملك عبد العزيز التاريخي بليلة، من خلال مستثمر أو من خلال تبني أحد الشركاء لهذا المشروع. إن شاء الله حريصين في منطقة القصيم إن شاء الله نفعل شراكات أكثر مع الشركاء في المنطقة، نكثف الدورات التدريبية في المواقع الحرفية، وإن شاء الله نشغل أكثر من 3 إلى 4 مواقع في منطقة القصيم بإذن الله. في عام 2016 ميلادي الهدف الأول تنفيذ عدد 20 معرض للحرف المراكز التجارية، الهدف الثاني تسجيل 500 حرفي في سجل الحرفيين، الهدف الثالث تشغيل عدد 5 مواقع كمناقد بيع دائمة كحد أدنى، والهدف الرابع والأخير تطوير الحرفيين في مجال الدروع التذكارية. هذا ما نعمل عليه في عام 2016 ميلادي بإذن الله إذا الله وفقنا. يكون جوائز مقدمة من الدوائر الحكومية أو القطاع الخاص، يكون تواصل مع ممثل بارع بالمنطقة، طبعا هذا راح يكون بتطوير المنتج الحرفي عندنا في منطقة القصيم واستقطاب منتجات أخرى من خارج المنطقة. 2016 اللي هي توصيه رساله بارع اللي اشوفها بنظري انها خيريه اكثر من اي شيء ثاني لاكبر شريحه ممكنه من الحرفيين والحرفيات في منطقه الباحه وجميع الدوائر والشركاء اللي مهتمين في موضوع الحرف. هذا النقطه الاولى. النقطه الثانيه خدمه جميع الحرفيين في منطقه الباحه بقدر المستطاع في كل المجالات. ان شاء الله من ضمن اولوياتنا واهتماماتنا نشغل قصر كبير وضخم، وهو هاجس لنا إن شاء الله في عملية تشغيله اللي هو قصر القشلة إن شاء الله، وبإذن الله راح يشغل في السنة الجديدة هذه. طبعا عندنا في مواقع كثيرة، لكن إن شاء الله يعني قصر القشلة يعني نعتبره هو الأم والحاضن لمنطقة حائل. حلمي في عام 2016 بإذن الله تعالى أن تكون الطائف مساهمة في الاقتصاد الوطني من خلال المنتجات الحرفية والحرف والصناعات اليدوية الطائفية.